بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في هذه المحاضرة. تكلمنا في الشرح النظري سابقا على تصميم المرشحات، مشروع مرشحات الميكروويف، وخذينا مثال على تصميم لوباس فلتر، وقلنا أن تصميم المرشحات يتم عن طريق أهم 3 طرق، اللي هو الماكسيمالي فلات أو باتر وورد أو الإيكوال ريبر اللي هي تشيبي تشيف، والطريقة الثالثة اللي هي لينير فيس. وخذينا مثال على لتصميم لوباس فلتر، وقارنا الطرق الريسبونس للطرق الثلاثة. اليوم إن شاء الله في هذا المثال نقوم بالتصميم نفس المثال، ولكن باستخدام برنامج ليديس نشوفوا كيف يتم تصميم اللوباس فلتر وأي نوع من الفلتر، كذلك الباند باس فلتر باستخدام الاي دي اس، ونشوفوا الريسبونس بتاعنا شن شكلها. يعني حنقوم اليوم بتصميم لوباس فلتر وكذلك باند باس فلتر. نمشي مباشرة للبرنامج ليديس ونفتح نيو سكماتيك، نسموها مثلا، فرضنا احنا حسب ما عندنا مثلا لو باس فلتر، وكان هي طبعا اعتقد ان المثال كان عند رقم مثال 8-3، سجلوا 8-3. والطريقة الأولى اللي خديناها قلنا شو اسمها الباتر وورد، ف حنكتبوها باسمها، وفتحنا شنو نيو سكاماتيك، هذا النيو سكاماتيك. لو جينا مثلا نمشي مباشرة للمثال، المثال شي كان يقول اللي هو نعم المثال الأول اللي هو 8-3. هنا طبعا في المثال هدايا طبعا كما تكلمنا سابقا، قلنا أعطانا أن الكات فريكونسي كان عند 2 جيجا، والإمبيدس بتاعي 50، وأعطاني الاتنويشن اللي هو 15 دي بي عند 3 جيجا، وقال استخدمها في الأول بطريقة الباتر وورد، وبعدين استخدموها بتشيب تشيف. طلعنا النتائج بتاعنا، كما طلعنا الإن اللي طلعت 5 هنا عندنا، تكلمنا سابقا طلعنا إن 5 هنا، الإن بتاعنا 5. وطلعنا الجيات اللي هي جي من جي 1 لجي 5، وبعدين طلعنا القيم هذه اللي هي سي 1 والاثنين، سي 3 الاربعة، سي 5، وهذا الشكل بتاعي. وطبعا هذه الريسبونس بتاعنا، هذه الريسبونس طبعا منو، هذه اللي هي الماكس الباتل وورد، وهذه اللي تشبي تشوف. حنشوفه احنا كيف نديروا له ديزاين بالاي دي اس. طبعا اخذنا الشكل هذا، نمشي مباشره قلنا البرنامج الاي دي اس، هذا هو برنامج الاي دي اس. نختاره طبعا اول عنصر، احنا طبعا كما قلنا الدائره بتاعنا شفناها عباره عن شنو، مكتف ملف مكتف ملف، نختاره اللي هو المكتف والملف اللي نبغوه. احنا نجي نختاره اول عنصر اللي هو مكتف، هذا نختاره نحط هنا. طبعا استعملوا هدي حددوه بش اللي فوق، لان احنا بيكون شنو العنصر الاول، كنا شنو عباره عن عنصر بالتوازي، ماشي الحال. هذا المكتف، بعدين نختاروا الملف واللي هو على التوالي. قبل نختاروا باقي العناصر نجي نشوفوا احنا هنا القيم تاعي كم، يعني لو حطيناها نشوفوا القيم تاع العناصر بتاعي، خليناها لو جينا شفنا هنا المكتف كم قيم تنغيره، اللي هي 0.984 بيكو فاراد، وهذا الملف واللي هو قيمته قديش، 6.438 نانو هنري. اوكي نختاره من هذا كابي، اللي هو نديره من كابي ونمشي نحطوه، لو مش في ثالث واحد هيكون شنو اللي هو الخامس، خامس عنصر. وبعدين المكتف اللي هو الثالث، هذه قيمته نحطوها حتى لأنه قيمته مختلفة. قديش قيمة المكتف الثالث اللي هو قديش، 3.183، هذه قيمة المكتف. اوكي نوصلوا الدائرة بتاعنا ونضمها، هذه دائرة ناخده ملف آخر هيكون موصل ما بين عنصر الاثنين، هذه العناصر بتاعي. عندي انه قموا بالتوصيل بينهما كلهم،
تمام. بعدين طبعا هذين كلهم بالجراوند، يا اما نوصلوهم كل واحد نديروا الجراوند او نوصلوهم جميع وبعدين نجيبوا جراوند، ناخذوا جراوند من فوق هذا الجراوند ونوصلوه هنا اللي هو بينهم. طبعا لازم يكون كما قال لي هنا في المساله، قال لي ان راهو الزد بتاعي قديش قيمتها، قيمتها 50 كما قال لي في المساله، انا الزد بتاعي 50 فالب عندي بورت 1 وبورت 2 قيمتها 50، نمشي نختار البورت 1 والبورت 2 اللي هو نمشي للسيموليشن اس بارامتر، وهنا نختار يا اما نختار هدايا. طبعا عندي اثنين، هذا تيرمال 1 وهذا كذلك تيرمال اخر. شو الفرق ما بينهم هذوما اثنين؟ الفرق ما بينهم ان هذا الاول اذا فيه الجراوند اوريدي موجوده هي الجراوند، لكن لو استخدمت الثاني لازم ناخذ الجراوند ونوصلها هنا. فانا سيان نبي نستخدم هذا او نستخدم سوا سوا، هنستخدم الاول وهنستخدم هذا واحد، يعني هنستخدمه هذا ونستخدم واحد ثاني هنا، لان عندي تو بورتس لازم اللي هو انبوت واوت بس للفلترز، ونوصله نفس الشيء. اوكي بعد ايش بنستخدم؟ نستخدم الاس بارامترز هنا. طبعا انا في المساله بتاعي شين قال لي، لو رجعنا للمساله شفناها التردد اللي هو من قديش يبي الريسبونس بتاعي من الزيرو الى 4 جيجا هرتز، لو انا نخدم على اثنين فهنا نجي هذه 1 جيجا، نخلوها حتى 0.1 يعني من البدايه هم الواحد، يعني هو قال لي حق معلش يعني الواحد هنا هخلوها الى الاربعة، حطوا الاربعة هنا خلوها قديش 10 ميجا، بحيث انه يعطيني شنو يكون السموت الريسبونس بتاعي تكون سموت. خلاص حطينا الاس بارامترز هذا منبه هنا بهادي، وعندنا الدائرة بتاعنا تو بالكيفية دي تعتبر شنو تمت الدائرة. لو جينا طبعا نزيد تخزين ونديروا تو سيموليشن للدائرة بتاعي كل موجود العناصر بتاعي، لو جينا قررنا نقدر على فكره يعني نقدر ناخذ الليبلز هذه ونحطها فوق، يعني لما توقف على العنصر بتاعك هنا نقول له موف، نقدر ناخذها ونحطها وين نبغاها، مثلا نبغاها فوق تكون واضحه. نفس الشيء هناي حتى هذه ندير لها موف ونحطها فوق باش تبدا شنو واضحه. يعني عندي القيم بتاعي هذه السي 1 وهذه طبعا حتى لو نظمناها بحسب ما نبغى احنا 2، وهذه تبدا 3، هذه تبدا شنو 4، هذه رقم 4 وهذه شنو هذه حتكون سي 5، لان احنا نتكلم على ترتيب عناصر، هذه 2 يعني ليش حاطط 2 اشاره، لان هنا في 2 في الدائره ما قبلتهاش. اوكي احنا نحددوا ان الرسم بتاعي تكون في المنتصف تمام، هذا الفلتر بتاعي وهذا الريسبونس بتاع اللي هي امامنا الاس بارامترز. خلاص تعتبر عندي جاهزه، نديروا سيموليشن. لما نطلع سيموليشن راجو تم السيموليشن، ما عنديش اي خطا في السيموليشن، كانت اعطتني هنا وورنج لاي شيء. نجي نختاره طبعا احنا ايش بنحدده اس 11 واس 21، هذه اس 11 ونختاره اس 21 ونديروا اد. طبعا نختارها بالقيمه بايش؟ بالدي بي. فلو شفنا هنا اوكي هذه الريسبونس بتاعي، هذه الريسبونس لو طبعا هنا مفروض تكون، هنا مفروض تكون شنو هي هذه عند شنو عند 3 دي بي. لو جينا مثلا اخترنا ماركر، بينا ماركر هنا جينا حطيناها فحنشوفوها يعني الماركر قديش عند 3 2 جيجا هرتز، عند 3 او 1 يعني احنا هي المفروض عند 3 لكن مش ماهيش مشكله عند 3 دي بي، لان هذا حد القطع بتاعي وهذا اللي اعطاها لي. كذلك لو جينا شفنا الانتويشن هناي قديش قال لي هناي، قال لي المفروض تساوي ناقص 15 اعتقد ولا لا، اي 15 دي بي عند 3 جيجا هرتز ماشي. فهذا اللي قدامنا هذا اس 21 وهذا اس 11، طبعا هذا اللي هو نقول له ريتير لوس والانسيرشن لوس. الريتير لوس اللي هو اس 11 اللي هو هذا اللي هو بالاحمر، واللي هو الانسيرشن لوس اللي هو باللون الازرق اللي هو اس 21 ماشي. هذه هي بالنسبه لي الريسبونس الاولى للدائره الأولى اللي هي دائرة شنو بالتصميم بيش بالباتل وورد. طبعا خلاص تمينا بالباتل وورد، لكن هو أعطاني نفس المثال لكن قال لي نبيك تصممها بيش بالتشيب تشيف، يعني بالتشيب تشيف التالي لما تجي تصمم بالتشيب تشيف نمشي نشوفه كيف حيتم تصميم بالتشيب تشيف. احنا طبعا هنا أعطاني قال لي بالإيكوال ريبل اللي هي تشيب تشيف، ولكن طلب مني في المثال قال لي إن شو بتساوي؟ بتساوي 5، قال لي استخدم ذا سيم أوردر، يعني احنا استخدمنا 5. فلو جينا شفنا هنايا نمشي نشوفوا، يعني احنا لما نمشوا للمثال بتاعي اللي هو هذا، لان هذا طبعا خاص بايش؟ هذا التيبل اللي هو الايكوال ريبل، لكن عند 3 دي بي هذه القيم بتاعي اللي هي
هذه القيم لو حطيناها مناظرة للثانية هي القيمة الخامسة، هذه قيمة الجي 1 خديناها قيمة الجي 1 و جي 2 و جي 3 هن هذه القيم، هذه متاعنا هي هذه هي واضحة هنا، هذه القيم الخمسة متاعي. بعدين نطبق في المعادلات متاعي، طبعا خذيناها من التيبل اوكي، للتوضيح بس احنا حليناها بالطريقة الأولى، لكن للتوضيح بالطريقة الثانية. عندنا ال و سي شو بتساوي، الأوميجا معروفة، أوميجا سي طلعناها سابقا، فبالتالي طلعنا السي 1 تساوي 5.53 وهي نفسها تساوي سي 5، وال 2 هي نفسها تساوي 3.03 وهي نفسها تساوي ال 4، والسي 3 هي تساوي شو 7.22. يعني هذه القيم متاعي، فانا بناء على القيم هذه بنش بندير ديزاين ليش ل لو باس فلتر، لو باس فلتر هدايا، لكن شيش بالقيم الجديده اللي هي احنا متلناها. هذا الفلتر تو اللي صممناه طبعا، اللي هو اللي بطريقه تشيب تشيف، لو قارنا القيم بتاعي اللي طلعتها اللي حسبناها تو هناي، القيم هذه اللي حسبناها لو جينا شفناها، مثلا عندنا هذه القيم اللي هو سي 1 قيمته 5.5، نفس الشيء مع السي 4، ال 2 اللي هو 3.03 3.03 نانو هنري، والسي 3 اللي هي 7.22. يعني هذه بالطريقه الثانيه، لطريقه تشيب تشيف نفس الشيء، حطينا السبارامترز هنا بتاعي. لو درنا السيموليشن حطينا بورت 1 وبورت 2، ندير السيموليشن للدائره بتاعي ما عندي شيء اخطاء، شو نشوف هنا حتى هو نفس الشيء، نختار اس 1 واس 2 ونضيفهم نفس ما ضفنا المرة اللي فاتت. لو جينا شفنا هنا هذا الاس 11 اللي هو باللون الأحمر، وهذا الاس شنو الاس 21 اللي هو باللون الأزرق، وهنا فيه عبارة عن ريبل. فلو جينا شفنا نفس الفكرة هنا، حتى هو يعني ممكن هنا زيادة، لو هنشوفه ترى المثال الأول قديش كاين الأول الريسبونس بتاعي قديش باش نقارنون بعضهم، يعني كانت 35 اوكي. لو خليناها لل 35 نفس الشيء والغينا كده، نرجع للمثال الثاني هنا اوكي، هذا الريسبونس طبعا نقدر نغيره الواي والاكس هنا، نجي هنا البلوت هذه المحور واي، نجي نديروها قديش، نلغي الاوتو ونحطه قديش 35 35 وستب حتى 5 اوكي، ستب 5 مش مشكله، نقول له اوكي. فحتغير لي هنا نفس الشيء، بنبيش الاس 11 نقدر نلغي الاس 11 لاننا بنخدم صراحه على الاس 21 اللي هو المقارنه بتاعي. فهذا شكل الريسبونس بتاعي ليش، الريسبونس بتاعي لتشيب تشيف، وهذه الريبل بتاعي وهذا الريسبونس بتاعي. اوكي، اللي نبي نوضحه انا هنايا اننا حندير مقارنه ما بين الريسبونس بتاعي في ما بين التشيب تشيف والباتر وورد، فنقدر نضيف اي نضيف هنايا ريسبونس اخرى او سيموليشن، نقدر نضيف ريسبونس اخر اللي هو الريسبونس بتاع الباتر وورد، فنقدر نضيف الباتر وورد كما قلنا. فنجو هنا مثلا احنا نختار الباتر وورد اللي هو الريسبونس الاولى اللي هي هذه الباتر وورد، وهذه شنو تشيب تشيف. فانا منجي نقدر نضغط عليه ونختار اللي هو نبي نضيفه، فلو جينا احنا قلنا هذه تشيب تشيف نبي نضيف الباتر وورد، هذه هي شنو نبي نضيف، نبي نضيف اس 21 هذه اس 21 ديروا لها اد اوكي. ف خلاص انضافت اللي هي باللون الاحمر، هذه هي عباره عن ريسبونس ليش بتاع الباتر وورد، وهذه اللي بالازرق هي بتشيب تشيف. انا ليش ضفت اني بنقارنهم بنتيجه المثال اللي خدناها سابقا. لو جينا شفنا في المثال بتاعنا، شفنا في المثال اللي هو شكل الريسبونس بتاعي اللي كان طالع اهي، لو جينا شفناها هنايا قارناها بالنتيجه العمليه الريسبونس، نجدوه ان شنو فعلا الريسبونس نفس الريسبونس بتاع هذه اللي هي هذه اللي فيها الريبل، هذه الباتر وورد وقيمه الان تساوي 5، وهذه الثانيه اللي هي اللون الاحمر هذا ام سوري الباتر وورد هذه واللي هي قيمتها 5، وهذه تشيب تشيف اللي هي طبعا هذه نفس الريسبونس تقريبا يعني قريبا بعضها، بحيث هنا استخدمت نفس القيم. هذا توضيح لكيف اني نقدر نضيف او كيف ندير ديزاين ل كيف ندير ديزاين ل لو باس فلتر اللي هو امامنا، ونشوف الاستجابه نتاعه ومالي. نمشوا بعدها، طبعا احنا كما وضحنا في مثالنا هنا قلنا احنا عندنا حنديروا اربع حاجات، تصميم لو باس فلتر بطريقه الباتر وورد، وتصميم السيمتر بتشوف شيف درناه، وعمل مقارنه بينهم. تو نمشوا للتطبيق، شنو مرشح اللي هو مرشح امرار باند باس فلتر
بطريقة شيب تشيف، واللي هي موجودة وين عندنا هنا، كانت اللي هو المثال اللي خديناه بعد اللي هو المثال رقم أعتقد 8-4 وشرحنا عليه. فحنشوف حاليا كيف يتم تصميم تصميم الباند باس فلتر باستخدام برنامج الـ ADS. في هذا المثال طبعا طلب في هذا المثال طلب منا احنا في هذا المثال طلب منا احنا نوجد ديزاين باند باس فلتر، واعطينا الطريقه اللي هي طلبها اللي هي تشيب تشيف اللي يكون ريبل بوينت 5، ولين كانت 5 كانت 3 سوري السنتر فريكوانسي 1 جيجا هرتز. طبعا طلعنا كما تكلمنا في المثال سابقا طلعنا جي 1 ولا جي 3 بطريقه تشيب تشيف، وبعدين حسبنا العناصر بتاعنا. ليش حسبنا العناصر بتاعنا اللي هي الواحد وسي 1 والتو وسي 2 والتري وسي 3، وهذه شكل الدائره بتاعنا اللي هي هذه يعتبر الشكل الدائره بتاعنا. فلو جينا درناها بتصميم الاي دي اس، طبعا كما قلنا نفتحوا نيو سكيماتيك ونسموه اللي هو باند باس سوري بالعربي دي اللي هو شنو باند باس فلتر، والاكزامبل قلنا اللي هو قديش رقمه اللي هو 8.4، والطريقه بتاعنا اللي هي سم طلبها بايش هي تشيب تشيف. المهم لما نفتح السكيماتيك نفس الشيء حنختاره، طبعا كما شفنا في الدائره بتاعنا هنا شنو طالب من عندنا اثنين عناصر توالي واثنين عناصر توازي واثنين عناصر توالي، فناخذوا الملف وبعدين مكتف. طبعا هذين اول زوز عناصر، وبعدين نشوف القيم تاعهم كذلك، نشوف الثاني العنصر الاخرات اللي لنا على التوازي اللي هو عندك ملف هذا الملف، والثاني اللي هو هذا المكتف، هذين الزوز العناصر طبعا حيتم توصيلهن لان الزوز على التوازي كما قلنا وصلناهن على التوازي، بعدين شنو نحددوهن وعم ندروهن ونلفوهم بعدين شنو تحركوا حددوا اللوطة عنصرين اوكي. نجيو بعد شنو تو حاليا نحط القيم تاع العناصر بتاعي هنا للمكتفات والملفات حسب ما تم حسابهن، اللي هو لو جينا شفناها هنا العناصر قديش قيمتهن. هذه قيمة ال L1 وال C1، هذه ال L1 الأولى قديش قيمتها هنا قديش قال لي 127 C كانت قيمتها 0.199. نجول العناصر اللي هن على التوازي الزوز هذين اللي هي 0.726، هذه بالنسبة للملف المكتف اللي هو قيمته كم المكتف 3.491 بكفرات. خلونا ناخذ المسافات ما بين هذه بدات العنصرين هذين الاثنين بشن تبدا واضحه القيم تاعها كلاهما اوكي. طبعا بالنسبه لهذه حتكرر نفس الشيء العنصرين لان هذه نفس القيمه الثانيات، هذه ال1 وال2 سي1 وال2 سي2، هذه العنصرين هذين الاثنين حناخذ منهم كوبي ونحطوهم شنو في الجنب الثاني، هذا العنصر اللي هنا 3 3 اوكي خلاص. هذه العناصر بتاعي نقوم بالتوصيل ليهم نربطهم كلهم نفس الشيء. طبعا قلنا هذا موصله بالجراوند من هنا، ناخذ بورت نمشوا للاس اس بارامترز ناخذ بورت، لو خذينا البورت الثاني للتوضيح مره ناخذ بورت الثاني هذا البورت وهذا البورت الثاني. طبعا قلنا هنا نوصلهم بايش بالجراوند، وصلهم بالجراوند هذه جراوند لهذي وهذه جراوند للثاني وصلوا تمام. هذا شكل الفلتر متاعي، لو جينا شفنا الفلتر هذا بالدائرة متاعي الموجودة حاليا اللي هي موجودة في الدائرة هنا اللي هي في المثال، لو جينا شفناها هي تقريبا نفس الدائرة. هذا عندي ال والسي
وهذه ال والسي بمواصلات على التوازي، وهذه ال والسي مواصلات على التوالي، وهذا البورت 1 وبورت 2 كلهم قيمتهم شنو 50 اوم. تمام، شو مازال عندي؟ مازال عندي ناخذ شنو الاصبره مثلا اللي هو بن باش نديروا بيه السيموليشن. لكن نبغى نشوفوا احنا هنا في المثال هذا نشوفوا منين طلب مني التردد اللي هو سنتر فريكونسي. المثال هذا 1 جيجا هرتز، 1 جيجا هرتز معناها هذا سنتر فريكونسي، معناها حناخذ من تقريبا من الزيرو. تمام، فهنا حندير شنو مثلا 0.1 جيجا هرتز الى ما دام السنتر هو نديروه شنو خليها 3 ماشي الحال. هذه نديرو 10 ميجا باش يعطينا سموت في الريسبونس بتاعي 10 ميجا. جينا كبرناها هذه اوكي كده بكيف. تمام، هذه شكل هذه الدائره بتاعها تم تصميمها. نديروا السيموليشن اللي نشوفوا الريسبونس بتاع ايش شكله. انا بيطلع اخذنا S11 و S2 وقلنا ناخذهم بالدي بي. الناكس لو جينا شفنا بالنبو احنا دي نقارن، نحاول نقارن بالنتيجه بتاعنا اللي هي 50. الاوتوميشن اكثر قيمه لي 50، فنضغطوا هنا ونمشي هنا ونقدر نعدلوها اللي هي من 140 واز طبعا الى 50. استبلش خلينا نديروه 10 اوكي وشوفوا كذلك نقدر نغيره في الواي خلوها من الزيرو الى 2 في الاكس، سوري نغيره في الاكس اللي هي من الزيرو هي 3 لا خلوها 2 ستيب اوكي نفس ستيب عشان مغيرين. فهذه شكل الريسبونس بتاعي. شنو فيها الريسبونس بتاعي لو كبرناها هنا شفنا الريسبونس هذا اللي هو شنو اللون الاحمر اللي هو S21، هذا اللون الاحمر اللي هو S21، واللون الازرق اللي هو S11. ولو لاحظنا هنا وين السنتر فريكونسي بتاعه نشوف اللون اللي هو المينيموم هنا اوكي اخترنا الماركر هنا. فهنا شوفوا اهو التردد بتاعي قديش عند الواحد السنتر فريكونسي قديش عند الواحد جيجا هرتز، السنتر فريكونسي عند الواحد جيجا هرتز، التنويشن قديش كانت قيمته ماينس 28 دي بي. هذا بالنسبه للاس 11، هذا واللي موجود الاحمر اللون الاحمر هو اس 21. لو خلينا الاس 21 فقط يعني لغينا الثاني اس 11 لغيناه قلنا له ديليت خلينا الثاني فقط، هذا الشكل الريسبونس بتاعي اللي هو هذا اللي هو اس 21. لو قارناه بالنتيجه اللي هي موجوده عندي في الكتاب هذه النتيجه بتاعي شفنا. طبعا هذا الريبلز بتاعي لو جينا كبرناه كذلك لو كبرنا هذا شوف هذه شكل الريبل اهي فوق موجوده لان احنا نستخدمه في طريقه تشيب تشيب. هذه شكل الريسبونس بتاعي وهذه شكل الريسبونس اللي موجوده في المثال. لو قرناها ببعضها فعلا نفس النتيجه اللي هي تحصلنا عليها من باستخدام برنامج ليديس. يعني في النهايه احنا شو قمنا بتصميم لو باس فلتر وباند باس فلتر. لو باس فلتر صممناه بطريقه باتل وورد وتشيب تشيف وقارنا بينهما، والباند ستوب فلتر اللي هو امامنا هذا صممناه بطريقه تشيب تشيب وشفنا النتيجه بتاعها وان الريسبونس مناظره للمثال اللي هو عطينا في الكتاب. وفي الختام نشكركم ونتقابل في محاضره قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.